السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون اليمنيون في الخارج وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الداخلية والخارجية لحمايتهم. طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بوقف تعذيب طالبي اللجوء اليمنيين في المغرب، ونشرت الجمعية صورا لاثنين من طالبي اللجوء اليمنيين تعرض للضرب العنيف في مخفر للشرطة بإقليم الناظور شمالية دولة المغرب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ويعيش العشرات من طالبي اللجوء في الناظور حياة صعبة بسبب غياب المساعدات الإنسانية، ويحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية لتقديم طلبات اللجوء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من يحمي اللاجئين اليمنيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها في طريقهم إلى بلدان اللجوء، وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الحكومية والسفارات لمعالجة أوضاع اليمنيين في الخارج. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. في سبيل الحصول على الحماية وشكل جديد للحياة يختارون المغامرة بحياتهم، يحاولون اجتياز مختلف الطرق المحفوفة بالمخاطر علهم يصلون إلى دولة اللجوء. يتعرضون للاعتقال في حدود الدول تارة وللاعتداء الجسدي تارة أخرى، وقد يصل بهم الأمر إلى فقدان حياتهم غرقا في عرض البحر. هكذا أصبح وضع اليمنيين المهاجرين والهاربين من لهيب الحرب. ظروف قاسية يواجهها من يحاولون الخروج في رحلة لجوء لا تتوقف عند المخاطر التي يتعرضون لها قبل وصولهم إلى البلدان المحددة، بل تبدأ رحلة جديدة من المعاناة، وهي طريقة التعامل التي يتلقونها بعد الوصول إلى المحطات الأولية. في جديد ملف اللاجئين طالبت منظمات حقوقية السلطات المغربية بوقف تعنيف طالبي اللجوء اليمنيين ومحاسبة أفراد الشرطة المتورطين في ذلك. ونشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صوراً لاثنين من طالبي اللجوء اليمنيين تظهر على أجسادهما آثار الضرب العنيف في أحد مراكز الشرطة. دول التحالف الرئيسية التي تخوض حرباً في اليمن أقل الدول استضافة لليمنيين بحسب حقوقيين، وأكثرها تعسفاً ورفضاً لتواجدهم على أراضيها، خصوصاً بعد إقرارها إجراءات وتكاليف إضافية لليمنيين الراغبين بالدخول أو المقيمين هناك. لا يتوقف الأمر عند حدود الدول العربية، بل إن كوريا الجنوبية أدرجت اليمنيين ضمن قائمة الممنوعين من دخول جزيرة جيجو السياحية دون تأشيرة دخول، ما أثر سلباً على أعداد كبيرة من اللاجئين اليمنيين الموجودين حالياً على الجزيرة. مآس كثيرة أنتجتها الحرب على اليمنيين في الداخل والخارج، وهي حرب جعلتهم في شتات البحث عن الحياة والعيش الكريم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي في هذه الحلقة سعادة سفير اليمن في المغرب الأستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير أستاذ عز الدين. أهلا، مساء الخير، أهلا بك سعادة السفير. تابعنا منظمات حقوقية تتحدث عن تعذيب لبعض اللاجئين اليمنيين في المغرب، ونشرت صور لهم بعد تعذيبهم من قبل إحدى المخافر الشرطة في شمالية المغرب. ما الذي لديكم من معلومات؟ شكرا جزيلا. أولا هو موضوع مؤلم وحزين بالنسبة لليمنيين في كل مكان، وإن كان المغرب يعني كبلد مضياف وكريم مع اليمنيين دائما في مواقفه سواء الرسمية والشعبية، وعلينا أن نؤكد على هذه الحقيقة في هذا البلد الكريم دوما في مواقفه مع اليمنيين ذو العلاقات التاريخية المشتركة. تابعنا الموضوع عبر ما نشر في وسائل الإعلام الصحفية المختلفة والتقرير الذي نشر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في منطقة الناظور. والآن منذ 6 أكتوبر عندما نشر الأمر متابعة مع الأجهزة المختصة في المغرب على أعلى المستويات في هذا الأمر. حتى الآن لم نتوصل بشكاوى رسمية من اليمنيين الذين تعرضوا للنوع من الانتهاكات المختلفة، ولكن بقي المصدر الوحيد الذي لدينا حقيقة هي المصادر الصحفية وليست مصادر مباشرة من أصحاب الشعب في هذا الأمر. نعم. ودعني أوضح نقطة أساسية بأن الموضوع ليسوا لاجئين في المغرب، هم من الأشخاص الذين يعتبرون المغرب نقطة عبور إلى أوروبا، وبالتالي المعاناة تأتي للناس الذين يأتون عبر الهجرة غير الشرعية.
نعم. وتأتي للناس الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا كمنفذ أساسي. المملكة المغربية تعاني من هذا الأمر من جنسيات مختلفة، وليس اليمني، ربما هم من أقل الأشخاص الذين يعبرون عبر المغرب نظرا للبعد الجغرافي الذي يربط نعم. اليمن بالمغرب، وتقشم صعاب سفر طويل جدا حتى الوصول للمغرب نعم. وبالتالي المعاناة هي حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد الكريم، هي ليست مقصود فيها اليمنيين، لم يكن هناك أي قصد جنائي في هذا الأمر على الإطلاق. نحن تابعنا مع الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، مع الدائرة العربية، مع المسؤولين الذين اليوم بدأوا الاتصال بالجهات القانونية والجهات الأمنية العليا في المغرب، وقالوا بالحرف الواحد بأنه لا يسمح أبدا بمسألة وضع أي انتهاك أو حصول أي انتهاك لأي شقيق من اليمن أو لغيره، وإن الذين تثبت عليهم مسألة التورط في مثل هذه الجرائم هناك قوانين لابد من تطبيقها، والمغرب يحترم هذه القوانين، ونحن حقيقة كسفارة نتابع الأمر بكل جدية، والأشقاء اليوم أبدوا الكثير من الحماس والمتابعة الجادة على مستوى الجهات وزارة الخارجية والجهات العليا في هذا الأمر. نعم، مقدار أو ما تملكونه أنتم سعادة السفير في المغرب من أجل يعني حماية هؤلاء الذين يقصدون اللجوء على الأقل من الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم، يعني إن كان هناك قوانين يعني تمنعهم من ذلك ربما تأتي بطرق سلمية بعيدا عن الانتهاك والتعذيب ويعني بتلك الوحشية التي رأيناها في تلك الصورة التي تطالهم. أولا دعنا نكون واضحين، حتى الآن ليس هناك أدلة حقيقية حتى بأسماء الأشخاص الذين تعرضوا للأمر، يعني ليس هناك شكوى مباشرة من الأشخاص. نحن نبحث اليوم وسيكون هناك نزول ميداني لفريق السفارة والإدارة القنصلية، وسيعملون في زيارة لأماكن يفترض تجمع فيها يمنيين مع بعض الذين يقدحون عبر الهجرات للسفر إلى الحدود الأسبانية، لمعرفة الواقع والتثبت من أصحاب الشأن بشكل مباشر. يعني لا ندع الأمر لمسألة التخمين أو ننتظر حتى تأتي من يأتي يبلغنا بالحقائق، فنذهب نحن أيضا إلى هذه الأماكن، وطلبنا من الجهات الرسمية البدء حقيقة في مسألة النزول الميداني، وهم مرحبين بهذا الأمر. نريد أن نتثبت حقيقة من الوقائع بشكل جاد وحقيقي وفعال، ونحن أيضا نحترم القواعد وقوانين البلد وسيادته، ولا يمكن أن يكون هناك إلا احترام لهذه القواعد القانونية التي تحمي جميع الناس. وبالتالي التثبت في مسألة أولا، هل الذين يتعرضون لأي انتهاك هم أصحاب إقامات قانونية في البلد؟ هل هم غير مقيمين شرعيين؟ هل هم من الذين يعبرون فعلا عبر ما يسمى تجار الموت وتجار السياج الذين يحاولون اقتحام الحدود الدولية في اتجاه أوروبا؟ وبالتالي إذا كان هؤلاء الأشخاص أولا وضعهم القانوني ما هو وضعهم يعني في هذا البلد، ثم ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحقهم وفقا للقواعد القانونية والدولية وأيضا وفق المعاملات الإنسانية. نعم. لكن ليس هناك تعذيب ممنهج في هذا الأمر حتى الآن بما فيها أنتم الآن في التقرير الصحفي، لا يمكن أن يقول واحد أنه استند على شكوى حقيقية من أشخاص معروفين بالاسم بأنهم تعرضوا لهذا التعذيب، وأن أصحاب طيب تعبير بهويتهم. سعادة السفير، كما تعلم نحن استقينا المعلومة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت السلطات بإيقاف الانتهاكات التي طالت اليمنيين وأظهرت صورهم، وهنا وهذه الجمعية هي جمعية مغربية معنية بحقوق الإنسان. نعم، هي قالت أن هناك 2 من الأشخاص تعرضوا للتعذيب وأنهم أتوا إليها في هذا الأمر. طبعا الإجراء القانوني في هذا الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، إلا أن هناك على الأقل صار لدينا دليل من جهة حقوقية رفعناه إلى الجهات الحكومية في المتابعة، وسنتابعه ميدانيا، لأنه عنوان الجمعية والمكان الذي قيل بأنه مقر الشرطة في منطقة الناظور معلوم. نعم. وبالتالي مسألة المتابعة ستكون بها على هذا الأساس، ولدينا الآن مؤشرات إيجابية من حيث التعامل أو التفاعل الإيجابي من قبل السلطات المغربية. نعم. يعني المغرب طبعا للتوضيح حسب التقرير هو واحد من أكثر البلدان الذي يعاني من مسألة الهجرة غير الشرعية الذي يريد الذهاب إلى أوروبا. يعني تعرف بأن هناك يعني تقريبا أكثر من 1290 مهاجر في الشهر الواحد على الأقل على الحدود في منطقة نعم. سبتة ومليليا،
التي هي مناطق أسبانية ومنها يذهبون إلى أسبانيا ويعاني الكثير. يعني أكثر من التقارير الأخيرة تقول على الأقل أن 94% من جنسيات طالبي الهجرة غير الشرعية الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا هم من دول جنوب الصحراء، و5% هم أيضا من المغرب، بينما 1% فقط من جنسيات أخرى، من ضمنه اليمنيين. يعني بالتالي نحن على الأقل، أنا أحب أن أوضح وأنصح حقيقة عبر وسائل الإعلام ألا ينساق البعض إلى الكثير من تجار الاتجار بالبشر الذين يزينون لبعض الناس الذين يأسوا بسبب الحروب بسبب وضعنا بأنه مسألة الهروب عبر هذه الحدود هي أمر سهل أو أنه بالإمكان، ولكن أمور معقدة، والأمر هناك كثير من الأزمات الدولية والإقليمية حول هذا الأمر. وبالتالي علينا أن نؤكد للناس، عليهم أن يحرصوا أن لا يقعوا في فخ مثل التجار الذين تجار بشر حقيقة، يعرضوا حياة الناس للموت وللخطر. وعلينا مسؤوليتنا ليس فقط حماية هؤلاء قانونيا ومتابعتهم بتقديم العون الإنساني، ونحن لن نتخلى عن هذه المسؤولية إطلاقا. هؤلاء يمنيون، نحن نحافظ على كرامتهم، نحافظ على حقوقهم، وأيضا نقدم لهم يد العون ما أمكن بسبب ظروف البلد الصعبة الذي معنا. لكن أيضا علينا أن نوعيهم توعية حقيقية بأنهم لا يجب أبدا أن يدخلوا إلى أماكن خطر. عندما يذهب الإنسان إلى حدود شائكة مثل بين المغرب والجزائر أو من حدود البحر بقوارب الموت، كما حاول البعض عبر الذهاب إلى ما يسمى الجزيرة الإمبيرية أو من منطقة ليليا اللي حصل فيها المشكلة، هذه مناطق أيضا حدودية تكون دائما ساخنة وبالتالي وخطرة، وعلى الناس أن تكون يقظة بأنها تتعرض للموت، وأن أكثر من 90% لا ينجح أبدا في في العبور إلى هذه الحدود على الفكرة. وبالتالي سعادة السفير، مسؤولية كبيرة في التوعية وفي الحماية. سعادة السفير، سؤال أخير فقط، يعني لأنه يعني كما تعلم مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا كثيرا أن هناك تقصير من قبل السفارة اليمنية في المغرب للاجئين اليمنيين أو حتى للجالية اليمنية بشكل عام. أنا أريد فقط منك يعني وعد بأنكم في السفارة لن تتنوا أي يعني لن يكون هناك أي تقصير، وأنكم ستهتمون بالقضية حتى يتم حلها وإظهار حقيقة ما حدث. اولا يعني نحن لا نحتاج الى مجرد وعد، هذا واجبنا كما تعرف. واجبنا الانسان قبل واجبنا القانوني. لكن دعني اقول للذي ربما يكتب لهوى شخصي او مجرد في السوشيال ميديا ان ياتي على الاقل، انا اتكلم معك الان بقناه بلقيس، قناه محترمه وتعمل برنامج عميق في هذا الموضوع، لا توجد شكوى واحده من يمني تعرض لهذا الامر في السفاره اليمنيه. أتحدى أن يقول أحد الذين كتبوا في السوشيال ميديا حتى أسماء هؤلاء الشخصين الذين تعرضوا للتعذيب أن يقول أنه لجأ إلى السفارة اليمنية في طلب العون أو المساعدة ونحن تخلينا عنه. هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. يعني ليس هناك يعني تعرض، تتحدث عن شخصين اثنين في بلد يعني فيه أكثر من مئات الآلاف من المهاجرين، يقال أنهم تعرضوا للتعذيب وأن السفارة قصرت. يعني أمر فيه كثير من ما يدعو إلى الضحك كالبكاء كما يقال، يعني غير منطقي على الإطلاق. في نهاية المطاف سعادة السفير، في نهاية المطاف هم الذي يكتب ويتحدث هو يعني من باب يعني أخوها اليمني يعني تعرض للانتهاك، ومن واجبكم أنتم في السفارة أن تتابعوا هذه القضية وتقفون عليها بصورة جدية فقط. طبعا نحن واقفين عليها بصورة جدية، ونتعامل مع أي بلاغ صحفي بأنه ليس فقط مصدر من المصادر الثانوية للمعلومات، ولكن نعتبره مصدرا أساسيا. لكن أيضا نعاني الكثير عندما يكتب 20 شخص في السوشيال ميديا أحيانا معلومة كاذبة وخاطئة، وأنت تخاطب السلطات لا تجد فيه اسم الشخص ولا عنوانه ولا متى الحادثة ولا أين وقع ولا بدو الشخص، برغم من المرسل للغاية. يعني بالعكس الواجب أي سفارة حماية يعني منتسبيها للمواطنين، يعني نتكلم عن واجبنا وتتعرف هذه القضية، لكن لنكون صادقين أيضا بأن الحجم الانتهاكات التي ربما يقال عليها لليمنيين في المغرب لا أقارن نفسي بقية الدول، لكن نقول نحن من أكثر البلدان التي نستع فيها. أشكرك سعادة السفير. الحماية والحقوق والعيش المشترك والعيش الكريم حقيقة، وعلينا أن نحافظ على هذه العلاقة المتميزة لبلد كريم، وهو البلد الوحيد بالمناسبة الذي لم يخذل اليمنيين خلال الفترة الماضية ولم يغير من سياسته في قبول اليمنيين بالطرق الرسمية والقانون. شكرا لك سعادة سفير اليمن في المغرب الأستاذ عز الدين الأصبحي، وأنتقل إلى فيينا مع الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات.
أستاذ توفيق، أعتذر على التأخير، فقط أخذنا بعض المعلومات من سعادة السفير. إذا كنت تقيم أستاذ توفيق وتتابع الموضوع اللاجئين اليمنيين والانتهاكات التي تطالهم، ويعني كيف تقيمها؟ هل هي فعلا يعني كثيرة؟ هل هي على قدر ما ينشر مواقع التواصل الاجتماعي أم لا؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر الحديث عن موضوع اللاجئين اليمنيين أو بشكل عام النازحين الذين تركوا اليمن وفروا إلى خارج الوطن إشكالية معقدة جدا، وللأسف الشديد أنا لدي تواصل مع كثير من اليمنيين وبالفعل يواجهون إشكاليات كبرى سواء في الدول التي سمحت لهم بالإقامة أو الدول التي يقصدونها لتكون المستقر الثاني لهم، خاصة الدول الأوروبية وكندا على سبيل المثال. كثير من اليمنيين مثلا في ماليزيا لا يعني مجبرين مثلا على ترك هذه البلد والخروج إلى دولة أخرى والانتظار فترة ثم العودة إليها لتجديد الإقامة، وهذا يتطلب تكاليف مادية كبيرة على سبيل المثال. اليمنيين الذين فروا إلى أوروبا سواء عبر أمريكا الجنوبية أو عبر المغرب العربي أيضا واجهوا كثير منهم بعض الانتهاكات، لكن أنا أتفق مع السفير أنها ليست ممنهجة، لكنهم في النهاية تعرضوا لانتهاكات وربما لأسباب متعلقة بتجار الحروب إلى غير ذلك. الحادثة الأخيرة التي حدثت على الحدود أو على في المغرب، نحن حقيقة وصل لدينا هذا البلاغ ولدينا صور لما تعرض له من ضرب غير مبرر، إضافة إلى أن لدينا أسمائهم. هؤلاء هم تقدموا لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في المغرب ولديهم وثيقة طلب لجوء وهم في المغرب، وحدث هذا الأمر عند محاولتهم العبور إلى الدولة إلى إسبانيا في أوروبا، بسبب لأن الوضع وبقائهم في المغرب يشكل أعباء مادية كبيرة عليهم، ليس لديهم مصدر رزق، لا توجد هنالك مساعدات معينة، وبالتالي هنالك إشكالية كبرى. حتى اليمنيين الذين يصلون إلى أوروبا هنالك أيضا فترة انتظار طويلة جدا في بعض الدول، باستثناء ربما كانت هولندا، والآن بدأت الفترة تطول أيضا في هولندا. أنا أقول بشكل عام وضع اليمنيين سيء جدا، يعني ربما لا يوجد تعريف كامل بوضع اليمن بالإشكاليات التي تعانيها اليمن بالمخاطر التي يواجهها اليمنيون بسبب هذه الحرب، وبالتالي هذه للأسف الشديد أعاقت كثير أو شكلت عائق كبير في وجه اليمنيين وزادت من معاناتهم وجعلتهم عرضة لتجار الحروب أو لأخطار الموت سواء في عرض البحر أو على الحدود عند محاولتهم العبور إلى أوروبا أو أي دولة آمنة. طيب أستاذ توفيق، يعني إذا احنا أخذنا النموذج هذا اللي حصل في المغرب، يعني وأنت تتابع ربما ما يتعرض له اللاجئين اليمنيين والذين يقصدون أوروبا، هل هناك أيضا انتهاكات أخرى طالت أفراد يمنيين في أي دولة أخرى؟ وصلتكم شكاوى مثلا؟ هنالك انتهاكات وصلت لنا متعلقة بيمنيين في وصلوا إلى أمريكا الجنوبية باعتقادي للأكوادور، ثم تم ترحيلهم إلى بنما وبقوا في المطار، تعرضوا لعملية تعذيب شديدة. أحد هؤلاء كانت لديه إشكالية كبرى لأنه حاصل على خروج نهائي من المملكة العربية السعودية ولا يستطيع العودة إليها، تعرضوا إلى تعذيب ولدينا أسمائهم. وللأسف الشديد كنا في ذلك الوقت في جنيف وتحدثت عن بعض المسؤولين اليمنيين عن معاناتهم وذهلت لأنهم القصة قد وصلت إليهم وهم عارفين، فطلبت منهم التواصل مع السفارات اليمنية في تلك الدول لتقديم العون اللازم لهم. أعتقد إضافة إلى ما هنالك دول كثيرة ربما العابرين إلى كوريا لا نستطيع أن نحصيها بشكل كامل، لكن واضح أنه ما يتم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك معاناة خاصة عندما يحاول اليمنيون أن يصلون إلى بغيتهم بطرق التفافية وخطيرة مثل الذهاب إلى أمريكا الجنوبية ثم بداية الرحلة نحو كندا، نعم، أو إلى الدول الأوروبية ستكون شاقة، وهناك يتعرضون لعملية ابتزاز كبيرة. طيب، للأسف الشديد.
استاذ توفيق ابقى معي، اذا تكرمت نشرك معنا في الحديث الناشط الحقوقي من كوريا الجنوبيه حامس الكريمي. مساء الخير استاذ حامس. مساء النور. اهلا بك استاذ حامس، انت وضعكم كيف في كوريا بعد الاشكاليه التي حصلت ربما قبل شهر او شهرين ومنعوا اليمنيين من اللي كانوا في الجزيره من الدخول او العمل، ما هو وضعكم حاليا؟ اهلا وسهلا، شكرا لكم على اهتمامكم تسليط الضوء ومتابعه وضع اللاجئين اليمنيين في كوريا الجنوبيه. بالنسبه لوضع اللاجئين اليمنيين في كوريا، طبعا منذ شهر ابريل بدا تدفق اليمنيين الى جزيره جيجو خلال شهر كامل، وكان الوضع في البدايه شبه معقد وواجه اليمنيين صعوبات قويه. لكن الحمد لله بدا الوضع يتحسن حاليا، وبدات الحكومه الكوريه والمواطنين الكوريين ومنظمه المجتمع المدني في كوريا بتقبل وضع اليمنيين ومعرفة وضعهم ومأساوة الوضع، وبدأت إدارة الهجرة في كوريا الجنوبية بالسماح لليمنيين خلال الستة أشهر الأولى بالعمل لفرص محدودة. طبعا هذه كانت حالة استثنائية لليمنيين فقط، يعني مش الدول الأخرى ما أعطتهم الميزة. وتدريجيا تم توسيع محدودية الوظائف، وبدأت إدارة الهجرة بتسريع المقابلات للاجئين. وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي أعلنت إدارة الهجرة في جزيرة جيجو نتائج المقابلات ل 23 فرد منهم 6 عائلات، وإعطائهم الوضع الإنساني. الوضع الإنساني هذا إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بحسب التغييرات في الوضع، وحرية التنقل في المدينة الكورية والعمل. ومن المحتمل في منتصف الشهر الحالي 15 اكتوبر سيتم الاعلان عن بقيه نتائج اللاجئين، وان شاء الله يكون الوضع افضل. نعم. طيب هل تطالكم اي انتهاكات انتم اللاجئين في كوريا؟ هل تم مثلا اعتقالات او ضرب او ما شابه ذلك؟ لا لا لا، بالفعل اطلاقا لم يحدث مثل ذلك ابدا. الحكومه الكوريه والمجتمع الكوري متعاون تماما، وخاصه في الفتره الاخيره. في الفترة الأولى كانت هناك بعض الاحتجاجات القليلة من بعض الأفراد الكوريين حول دخول اليمنيين للجزيرة، وكان هناك سوء فهم أعتقد حول المجتمع اليمني، لكن الحمد لله الآن بدأ الوضع المجتمع الكوري يتقبل وما حصلش أي انتهاكات إلى الآن، الحمد لله في تعاون كبير من المجتمع الكوري والحكومة الكورية. نعم. يعني حصلتم على وعود بتسوية وضعكم كلاجئين في كوريا وتنتظرون ذلك؟ نعم، الآن خرجت 23 نتيجة من 23 فرد، وتم إعطاهم الوضع الإنساني. الآن في 15 أكتوبر من الشهر هذا ستتم إعلان النتائج البالية، وفي وعود إن شاء الله سيحصل الجميع وضع إنساني إن شاء الله. أتمنى لكم السلامة والتوفيق. الناشط الحقوقي حامس الكريمي كنت معنا من كوريا، وعودة أخيرة إلى الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، هل هو منطقي تحميل الحكومة الشرعية والسفارات اليمنية في الخارج لهذه الإشكالية؟ معذرة، هذه الإشكاليات الفردية التي تحدث بسبب المغامرة اليمنيين الذين يبحثون عن لجوء في هذه البلدان. لا، طبعا لا يمكن تحميل الحكومة اليمنية ما قد يتعرض له اليمنيون من عملية ابتزاز أو عملية انتهاك، لكن عندما تنمو إلى مسانع بعض السفارات أو بعض المسؤولين في السفارات مثل هذه الانتهاكات ولا يتحركون انطلاقا من واجبهم القانوني والاخلاقي ولا يقدمون يد العون مثل هؤلاء، هنا في هذه الحاله في هذه اللحظه يمكن ان نشير بعمليه تقصير واهمال من قبل الحكومه الشرعيه والسفارات في الخارج، لانه في النهايه من مسؤوليه السفارات او من واجب السفارات حمايه المواطنين وتقديم العون اللازم لهم مثل ما تعمل مثل ما هو واضح، يعني لانه الهدف من انشاء السفارات وانشاء القنصليات في الخارج هو حلقه وصل بين الحكومه وبين شعبها وتقديم الدعم اللازم لهم، لكن لا يمكن اليوم ان نقول يعني ثبت الحكومه اليمنيه مسؤوله عن قرار شخص اتخذ قرار باللجوء الى اوروبا او بالمخاطره نحو دولة. لكن ايضا على الدوله ان 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 تقوم ب يعني بارشادات او تقديم ارشادات اوليه عن مخاطر الطرقات، عن مخاطر العصابات التي تقوم بتجار البشر، تحذر اليمنيين قدر الامكان. هذا ممكن ان تكون مسؤوليه الحكومه والسفارات التي تعرف بخطوره وضع كل دوله، لكن في النهايه لا يمكن ان نحملها قرار شخص اتخذ قرار باللجوء الى غير ذلك. نعم، أشكرك رئيس منظمة سامن للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث.
تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.